يعني من غير ما هذكر اسماء انديه، انا ومجموعه من اصدقائي قررنا نعمل احصائيات. ايام ما كنت شغال في الهرم الرياضي، على اكتر انديه استفادت من اخطاء الحكام، وانا من انصار ان الاخطاء المقصوده ضئيله قوي، نادره، لكن في الغالب هي اخطاء عفويه وبتحصل في كل الدنيا. ليس الاهلي رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم ثلاثة. دي احصائيات. ما تبعتها لي مرة. هبعتها لك. لا رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم ثلاثة. وفي اندية تدعي انها مظلومة طول الوقت. انا مش عايز اقول لك ان بطولات كتيرة جدا ومباريات كتيرة، مش بطولات، مباريات كتيرة مهمة جدا تحسب لها ضربات جزاء من تمثيل في منطقة الجزاء. لا ده باعتراف اللعيبة. يعني وكتير اتحسب مثلا اربع خمس ضربات جزاء في مباريات مهمه ومصيريه. غير ان في اهداف تحرز فلا تحتسب. يعني فكره زرع عموما بشكل عام، فكره زرع على جماهير، زرع عند جماهير انها مظلومه ومحبطه وانها ده. انا بقول للجماهير، لجماهير كل الانديه بما فيها جماهير الاهلاويه، من فضلكم ابعدوا عن الحكام. البطولات زي بطولة الدوري وبطولة كأس، لو الحكام ركبوا دماغهم وعملوا الجن الأزرق ما يقدروش يغيروا مسار بطولة زي ما يتصورون. لأن احنا بنتكلم على بطولة بتمتد سنة كاملة. سنة كاملة. بطولات المباراة الواحدة، بطولات المباراة الواحدة هي غير هي السوبر. لكن حتى مباراة الكأس ما هي طويلة، ما هي مباراة الكاس بتلعب عندك 64 و32 وال16 وال8 وال4 يعني وبالتالي كلام عن اخطاء الحكام التي يظلموننا والفرق التي يساندها الحكام حقيقي. ده كلام كذب. اذا انت في ظهرنا ونخرج منه. طبعا انا بشجعكم جدا على ده. وعلى فكره القناه نفسها تقدر تعمل برنامج عن اخطاء الحكام. عملنا ما هو ده لا ده يتعمل برنامج. يعني مش حال عندك حاجات غير ما عملناهاش ممكن اديني احصائيات. انت حضرت الواقعه دي في الملعب. انا بالنسبه لي اصل الموضوع، انا ضد نظريه المؤامره. يعني انا في الاخر لما الكوره جزء من حلاوتها اخطاء الحكام على فكره ساعات. يعني الجون بتاع مارادونا اللي بيحصل عليه، الجون بتاع مارادونا بايده، هاندز اوف جاد، دي بقت على التيشيرتات هاندز اوف جاد، وحاجه دلوقتي بنضحك عليها. وانجلترا خرجت من كاس عالم عشانها. الاهلي اتظلم في ماتشات اهو، زي اهو في بينالتي اهو. الزمالك اتظلم في ماتشات زي جون كابتن حسن شحاته في اكرام. ده جميل بقى ان احنا بنتكلم في الجون ده بقى لنا 30 سنه. لا اقول لحضرتك انا مش بقول انا اهلاوي في الاخر، بس انا اقصد انا بقول الحق، في هنا ظلم، في هنا بيحصل ظلم. كره انرامو اللي بايده اصلا في الترجي ده ايه؟ طيب انت ضيع عليك بطوله افريقيا. حكم. لكن هي الفكره في ايه؟ انت النهارده كام دوري؟ انت بيقاس قوتك كفريق كوره مش بافريقيا ولا بالكاس دوري. ولا دوري. ده الاحتكاك الحقيقي، ان كل فرقه بتلعب الثانيه مرتين. انت كام دوري؟ 39 وهتاخد ان شاء الله السنه دي ال 40. طيب هل 39 دوري يعني فرق بينك وبين نادي الزمالك 27 دوري تقريبا؟ الزمالك 39 12 وكان نادي الاسماعيلي 3، وبعد كده في دوري 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 دوري. طيب هل احنا في خمسه دوري اخذناهم بحكام؟ طب الباقي يا جماعه ايه؟ ما هو برضو انا مش بقلل نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير. لا الباقي بقى مش احنا. طيب ده وبعدين انت ايه اللي يغيظك؟ ان تلاقي حد من الاجيال اللي عندهم 16 و17 سنه. أيوة. طب انت شفت الظلم ده فين؟ يعني لما كابتن حسن شحاته يقول على الجون ده انا موافق وكلنا موافقين، لو عيدنا الجون هو مش اوفسايد. اللي عنده 16 و17 سنه ده شفت الظلم فين في الدوري؟ ماتش مقصه. طب ما انا عندي بنالتيات ما اتحسبتش، بس انا مش هقعد ورا كل كوره. هي دي الفكره ارغي فيها. انا مش بتكلم على نادي الزمالك والله. لا خالص. انا بتكلم على المبدا. انا بتكلم على المبدا. الحقيقه تضيع منك. وده بيعمل اصلا بيخلق على فكره. انا احب جدا ان حد يحب فرقته نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي واحترمه جدا شيء طبيعي انه نادي يشجع نادي. ركز مع فرقتك وركز ان هي عارف دي ان دي اهم نقطه. بالظبط. احيانا مش مركزين مع فرقهم، مركزين مع فرق تاني. ركز مع فرقتك لان ما تعلقش. لا شوف انت ازاي تبقى احسن. شوف طب ما الزمالك من اربع سنين دوري وكاس ما اتكلمناش. كان الحكام مش موجودين. لا مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. لا 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 والله مفيش حاجه اسمها كده. طيب انا بقول لك يعني هيتقال. ده اللي انا عايز اقوله. الفكرة كمان ان تحميل الحكام نتائج المباريات لانديه كتيره. انت عايز تقول للعيبتك ايه؟ تقول لهم انتوا مش مسؤولين عن المباريات؟ ايوه صح. انت عايز تبلغ لعيبتك تبرأهم من المسؤوليه. انتوا ما تلعبوش يا جماعه طالما الحكام من فضلكم ما تلعبوش.
يعني انا اقعد ادفع ملايين اشتري لعيبه واشتري الكلام ده بدل اقول لهم هتظلموا مش هتكسبوا وقال لهم باسم مرسي في ماتش 3-1 ما هو سعد سمير وشه كله دم والكره تستدعي طرد ده طرد ايه دلوقتي طرد من اول دقيقتين من دلوقتي سعيد يستحق بس دلوقتي بيتقال ايه مين بطل الكاس في النسخه دي نادي الزمالك محدش بيتكلم خلاص نادي الزمالك خد الكاس ب 3-1 وجونين لباسم كان المفروض يتطرد ما بنتكلمش ولا والصح ان انت ما تتكلمش خلاص خلاص عادي حصل خطأ انا بس خلاص. بسرعه في دقيقه انتوا مع فقره التحليل اللي بتتعمل للحكام بعد المباريات وشوفوا والخيال والظل يعني هل ده صح ولا غلط انا شايفه غلط غلط صح ولا غلط غلط غلط